بسم الله الرحمن الرحيم. سبب درسنا اليوم عن صلة الأرحام، الدرس الثاني. درس معنا بيتكلم عن فضل صلة الأرحام في الإسلام، وكيف أو دور صلة الرحم في بناء المجتمع المترابط، وثواب وفضل صلة الرحم في الدنيا والآخرة. في البداية يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في الآيات اللي معانا يا شباب، أولا الأعمال الصالحة التي أمرنا الله تعالى بها في الآية هي عباد الله تعالى والإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، أن نحسن إليهم جميعا مع عبادة الله عز وجل. طيب، لماذا جمع أو دلالة جمعه تعالى بين الأمر بعبادته والإحسان للوالدين وذي القربى؟ هنا عارفين أن الجمع بين شيء وشيء من باب المكانة أو المنزلة، فهذا يدل على أن مكانة الوالدين وذي القربى عند الله تعالى في حياة المسلم له مكان عالي عند الله كعبادة الله عز وجل، كذلك البر أو الإحسان إلى الوالدين وذي القربى. طيب، مفهوم الإحسان إلى ذي القربى هي صلتهم، زيارتهم، السؤال عنهم، مساعدتهم عند المحن، الاطمئنان عليهم، كل هذه تدل على الإحسان إلى ذي القربى. أثر الإحسان إلى الأهل والأقارب على المجتمع هو زيادة المحبة والألفة والمودة. طيب، حديث الدرس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط يعني يكثر أو يوسع، وينسأ في أثره يعني يبارك له في عمره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يريد أو يحب أن يزيد الله عز وجل أو يوسع له الله عز وجل في رزقه ويبارك له في رزقه، أيضا يبارك له ويحفظ له عمره، فليصل رحم عليه بصلة الرحم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا فيه إلى خلق كبير جدا وخلق عظيم جدا، وهو صلة الرحم. ليه يا شباب؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمانة بهذا؟ لأن صلة الأرحام له دور كبير في تلاحم الأسر وتماسك الأسر، وأيضا ترابط وقوة المجتمع واستقرار المجتمع. فصلة الأرحام كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة من علامات الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. المقصود بالأرحام يا شباب، مين المقصود بهم الأرحام؟ هم الأقارب من ناحية الأب والأم، يعني الوالدان ووالدوهم وإن علوا، يعني والدك وجدك، والدك والدتك، جدك جدتك، أقارب والدك أو والدتك من ناحية الأجداد. كذلك وإن نزلوا الأولاد، وإن نزلوا يعني أيضا مقصود أعمامك وأقاربهم وعماتك وأقاربهم وأخوالك وأولادهم وخالاتك وأولادهم، كذلك أبنائك وأبناء الأبناء أو الأحفاد، الأسرة أو العائلة الكبيرة. تمام، الإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والإسلام علمنا أن نحفظ أو نتعلم أسماء الأقارب. ليه؟ لأن هذا الأمر بيزيد من صلة الأقارب ومن صلة الأرحام والتقرب إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مساءة في المال، منساة في الأثر. طيب، كيف تصل رحمك؟ هنا في آخر ثلاث أسطر: تصل رحمك عن طريق دوام زيارتهم، تلبية دعوتهم، بذل المعروف لهم، رد الأذى عنهم، تدافع عنهم، عيادة مريضهم، تزور مريضهم، تفقد محتاجهم، تتفقد وتبحث عن محتاجهم وتساعدهم، توقير كبيرهم، رحمة صغيرهم، العفو عن مسيئهم، بذل المال لفقيرهم، لقوله تعالى: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طيب، هنا بيقول لك استخرج أو استنبط فضل صلاة الرحم من هذا الحديث. هنا الحديث واضح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. قال: تعبد الله تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذر رحمك
فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما انصرف الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. يبقى فضل صلة الرحم يقرب من الجنة ويبعد عن النار. طيب، انقل التصرفات التالية: يكتفي بالسؤال عن حال أقاربي بالهاتف بالرغم من قربهم من بيتي. طبعا خطأ، ليه؟ المفروض يزورهم. سافر الدراسة خارج الدولة وبقى على تواصل مع أهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صح، تصرف صحيح، لأن مفيش بديل تاني إنه يتواصل معهم. طيب، امتنع عن زيارة أخيه بسبب خلاف نشأ بينهم. خطأ، ليه؟ لأن في ذلك قطيعة رحم. يحرص على مشاركة أقاربه في أفراحهم وأحزانهم، طبعا تصرف صحيح ويؤجر عليه لأنه شكل من أشكال صلة الرحم. طيب، هنا أجب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة. استنتج جزاء الصدقة على ذي الرحم. هنا الحديث بيتكلم على أن عندما تتصدق على مسكين بتأخذ أجر الصدقة، أما عندما تتصدق على ذي الرحم بتأخذ ضعف الأجر سنتان. ليه؟ تأخذ أجر الصدقة وأيضا أجر صلة الرحم، يبقى الأجر مضاعف، والسبب هو جزاء على الصدقة وصلة الرحم، الاثنين سواء. طيب، بقول لك ناقش ما يلي في ضوء سيمك للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الواصل مش هو المكافئ، اللي هو لو واحد زارك تزوره، لو واحد لم يزورك لم تزوره، ده اسم المكافئ وليس الواصل، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، يعني إذا عندما تنقطع صلتك بأحد أنت الذي توصلها. هنا بيقول لك: يحرص بعض الناس على تبادل الزيارات والهدايا مع أقاربهم. ركز هنا: الذين يبادرون ذلك دون غيرهم. طبعا الرأي خطأ. ليه؟ لأنه يجب أن يكون التواصل مع الجميع، الذين يبادرون وغيرهم. السبب: لأن صلة من قطعك برهان على امتثالك أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب، أثر أو نتيجة صلة الرحم على الواصل اللي هو الشخص الذي يصل رحمه، وعلى الأرحام وعلى المجتمع. بالنسبة للواصل، أولا الأجر والثواب من الله عز وجل، الراحة النفسية، الشعور بالعزة والقوة. بالنسبة للأرحام، عموم الخير بين الأهل، ينتشر الخير بين الناس، زيادة الألفة والمحبة، أيضا التلاحم الأسري أو التلاحم بين أفراد الأسرة. طيب، رقم 3: ما الذي سيستفاد المجتمع أو أثر صلة الرحم على المجتمع؟ أولا علو المجتمع ورقيه، قوة المجتمع وتماسكه وتلاحمه المجتمع. الثواب صلة الرحم، إيه اللي هتستفاده بقى؟ إيه الثواب اللي هيحصل لك؟ الثواب بالنسبة لصلة الرحم له ثوابان: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء يطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. يعني أكتر شيء ربنا بيعجل لك ثوابه من ما في أكتر من صلة الرحم. طيب، بناء على هذا الحديث، هناك حديث آخر بيتكلم عن قطع الرحم أو قطعة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يعني أكتر شيء ربنا بيقدر يعاقبك بيه أو يعجل عقوبتك له في الدنيا هي قطيعة الرحم. طيب، بيقول لك: قارن بين صلة الرحم وقطيعة الرحم. صلة الرحم قلناها هو الإحسان إلى الأقربين أو الأقارب، حكمها واجب على كل مسلم، الجزاء رضا الله تعالى والبركة في الرزق والعمر. أثر على المجتمع: قوة المجتمع وتماسكه وتلاحمه. طيب، قطيعة الرحم هي عدم الإحسان إلى الأقربين أو إلى الأقارب، محرمة على كل مسلم، حكمها الجزاء غضب الله تعالى وحرمانه من البركة في الرزق وأيضا البركة في العمر. النتيجة تفكك المجتمع وضعفه. طيب، السعة في الرزق. الرزق يا شباب ليس المقصود بالرزق هو المال فقط، ولكن الرزق له أنواع كثيرة. في منها رزق خاص بالآخرة مثل الثواب، الحسنات، مغفرة السيئات، المكانة العالية في الجنة، كل ده رزق يرزقه الله عز وجل للإنسان في الآخرة. تاني، الرزق اللي في الآخرة زي كسب الحسنات، عفو أو مغفرة السيئات، المكانة العالية في الدنيا ورضا الله عز وجل. أما الرزق الدنيا ففي رزق في المال، الصحة، الولد، راحة النفس، هداية الله تعالى، السمعة الطيبة، العلم النافع، صلاح الأولاد، كل هذا رزق في الدنيا.
هناك أسباب أخرى للسعة في الرزق. يقول النبي صلى الله، يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا هنا ومن يتق الله يبقى تقوى الله عز وجل. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى لزوم الاستغفار. طيب، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يردهما صفرا خائبين. يبقى الدعاء 3: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأشكر الله تعالى والدوام والاستمرار على ذلك. طيب، سبب الحرمان يا شباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد أو يرد القدر إلى الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. يبقى كثرة الذنوب وارتكاب المعاصي تحرم الرزق. طيب، هنا بيقول لك: حدد من هذه الأحاديث الأعمال التي يبادر لها الإنسان في حياته فيستمر له أجرها بعد موته. يعني إيه الأعمال اللي ممكن تعملها تستمر الأجر بتاعك يوم بعد أن تموت؟ يعني بعد أن تموت تستمر الملائكة في كتابة الحسنات على هذه الأعمال. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3. لما يموت الإنسان عمله بيتوقف إلى 3 أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الصدقة الجارية العلم الذي علمه للآخرين، ولد صالح يدعو له. طيب، الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره فاعل. اللي يدل على شيء له نفس أجر فاعل، يبقى الدلالة على فعل الخير. طيب، هنا ملخص الدرس. صلة الأرحام معناها هو زيارة الأرحام والإحسان إليهم، كيفيتها الإحسان للأقربين بزيارتهم ومساعدتهم والتواصل معهم، فوائدها المودة والمحبة وقوة المجتمع وتماسكه، ثوابها صلة الله تعالى له وبركة في الرزق والعمرة ودخول الجنة. هنا ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. حكم صلاة الرحم: سنة مباحة واجبة مستحبة واجبة. يكون الإنفاق على ذوي الأرحام الفقراء بسد حاجاتهم في المأكل المشرب، يعني تنفق أو تساعدهم في المأكل والمشرب، ولا المسكن والمعالجة، ولا الملبس، ولا كل ما ذكر، جميع ما ذكر. طيب، تحقيق التكافل الاجتماعي من آثار صلة الرحم. إزاي إن التكافل الاجتماعي نتيجة من آثار صلة الرحم؟ لأن صلة الرحم فيها مساعدة والتكاتف المعنوي ما بين الأسرة الواحدة، فعندما تحدث المساعدة والتكاتف المعنوي والمادي والنفسي ما بين الأسرة الواحدة ينتج عنه التكاتف بين المجتمع بأكمله، ويدخل السرور على جميع الناس. آخر شيء من آثار صلة الرحم: البركة في العمر والزيادة في الرزق. كيف تتحقق ذلك؟ قلنا أن البركة في الرزق والعمر من خلال البركة في وقتك، ربنا يبارك لك في أموالك، بحيث إن هي يعني تجد أن ما زلت بتنفق من مالك وفيه بركة، يعني في فائض في المال لا ينتهي أو لا يضيع بأكمله. أيضا بالنسبة للعمر، تجد أن الله عز وجل يبارك لك في وقتك، فتأخذ الحسنات أو تستطيع أن تأخذ الحسنات عن كل لحظة في حياتك وأن تحسن في عملك. بيقول لك: اذكر فائدة صلة الرحم من خلال هذه الآيات أو هذه النصوص. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هنا الكلام الله جل على صلة الرحم، فالفائدة أن الله عز وجل يصل الله تعالى للموصل رحمه، يعني إذا عندما تصل رحمك الله عز وجل هو من يصلك. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هنا دخول الجنة، دخول الجنة عن طريق إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل والناس نيام. آخر شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هنا دليل على صدق إيمان المؤمن اللي هو صلة الأرحام. وبذلك يا شباب نكون قد انتهينا.